اليوم. مرحبا جنات، كيفكم؟ ان شاء الله بألف خير. معكم جنة بالأردن. زي ما تعرف انا كتير بحب الثقافة العربية وعرب، وبدي اترك كل شيء عربي. فاليوم قررت يعني اصير محتبة ليوم كامل ككورية واجنبية. كاجنبية يعني بدي اشوف رد فعل الناس في شعارية العربية بالأردن. في نفس الوقت انا بدي اشوف شو رح يكون شعوري لما انا اصير محجبة. أنا صاحبتي جابت لي كتير أشكال الحجاب، فأنا متحمسة أجربها. أوكي، من أحسن واحد على وجهك إن شاء الله. يلا نشوف. في أول طبعاً لازم أضبط شعري، فكيف أضبط شعري هيك تحت أحسن؟ صح؟ أول شيء حجاب تركي. أوكي، خليني يعني أجرب أبيض عشان اليوم لبسي أبيض. أول شيء هيك بتحطي هيك؟ هيك؟ بعدين هيك. شو؟ هاد تركي ستايل كتير حبيته عشان كتير يعني كتير مريح مش مقول. بعدين هم ممكن تحطي دبوس أو بس هيك. دبوس مش ضروري صح؟ بس إذا هيك يطلع هنا. بس تعملي هيك. أوكي. بس أنا كتير حبيت هاد، حتى لو أنا ما بحب أبيض كتير عشان كتير مريح وما شوب. مش شوب هاد صح؟ هذا زي صيف. اوكي، هاد رقم واحد جناتي. رقم واحد كثير مريح ما شاء الله. طلع كيف؟ كيوت والله. كيوت صح؟ مرتب صح؟ مرتب وهيك راكي شوي ما بعرف هيك. واو كثير صعب هاد. لا للاخر كله كله اوكي. اخرب مكياجي ما حبيت اوريدي هذا. ضيقة. A few moments later. Already show hard. صح. ضيقة. بس حبيت اللون هذا اندي بينك صح؟ زي نود كله. بعدين هذا فوق. أوكي. هذا رقم اثنين. في هذا الستايل. أوكي. مش مية مية. لا مش مية. عشان هذا مبين ما حبيت. ضيقة كتير صح؟ برضو كتير شوب. هذا أردني ستايل برضو. هذا كتير فلاور. تعرف شو؟ أنا أوردي قررت يعني رقم واحد. هذا بالشتاء أكتر لأنه تقيل. تقيل. حسي في شتاء دافي. حسي ممكن. شو رأيكم؟ يعني عن جد حبيت رقم واحد. يلا رقم واحد. هلا ولا. أروح أكد في مطعم كتير زاكي في عبدون أورينتال ريستوران، فنروح على ريستوران. خلينا نأكل بأول. في قنبطة عن جد. عمان هيك يا. رح نأكل جمشي. هندوك شيغان. هندوك شيغان. ساعة 12 صح. أنا كوريا 100 تعرفوا. يعني 12 أنا لازم أكل غدا أتغدى. وساعة 5-6 أتعشى. رح فرجيكم روتيني اليوم. روتيني كوريا. بس كمحجبة اليوم يعني هيك. صار بمشوق معنا. واو فول. هنا رخيص وكتير زاكي. هي تحكي انه يلا نجرب. ومو غلطة. شو رأيك بحجاب انا؟ بيوتيفول. انجل؟ نايس. انجل. حبيبي شكرا. اي기가 계속 쳐다보고 있어요. 제가 외국인이어서 그런 건지 외국인이 히잡 써서 그런 건지 모르겠는데. 아, 웃겨. 여기 아랍 애기들이 저를 좋아하더라고요. 내가 너무 다르게 생겨서 그런 것 같아요. 이제 사람들도 제가 원래 이제 외국인이니까 쳐다보기는 하는데 아니면 저를 알아보는 걸 수도 있고. 근데 이제 역시 히잡을 쓰니까 사람들이 더 쳐다보는 것 같기는 해요. 약간 쟤 뭐지? 이런 느낌으로 약간 쳐다본다고 해야 되나? 이 히잡이 진짜 너무 편해서 생각보다 엄청 불편하거나 그러진 않고 생각보다 진짜 괜찮은데? 언니 아랍 나라에서는 오히려 히잡 쓰고 다녀도 괜찮겠는데? 왜냐면 나를 보호하는 차원에서 앉아 있어? 그래서 아랍 아쉽 라할이? 오 아쉽 라할 헬로! 앉아! 예를 비라 아데 마 히잡 앉아 사라하 يعني مش حلو بس هذا الحجاب ما بعرف او مكياج وما بعرف عشان خسرت وزن شويه حسيت حلوه حبيت. شو رايك انت؟ روحه حلوه صح؟ واو واه
맞아. 비스밀라. 알로 와서 할라. 알겠어. 슈라 에콘 비일레 해줘. 얼라히? 슈라. 슈크라, 슈크라. Be safe, ما في ناس كتير بالشارع. لازم نطلع بالليل. يا جماعة عشان كتير شوب بصراحة بس راح أروح على كافيه وأشتغل شوية مع صاحبتي. وأنا صراحة زي عامل زي ما حجبة بالضبط يعني في الحمام أنا هيك أزبط شعري أنا حاسة زي أنا أندست زي ما حجبة وحلا بالسيارة ما في حدا برا فأنا هيك ها شو هلا حنروح على كافيه بعدين نشوف في الليل ونشوف ردة فعل الناس في الليل أحسن. ده 진짜 유명한데 근데 우리 내가 어렸을 때 그래서 딱 내 나이 때 사람들이 제일 좋아하는 노래야. 나는 낭만 고양이. 저희는 지금 이제 블리바드라는 곳에 왔습니다. 아나 무흐탈페요? Yes. Keep Shrek. Yes. Perfect? Yes. 슈크란. 저기 레몬그레스 어때? 맛있어? 안 아, 다만 봤던 빌 아킬 무시길래. 아월 마라 بتجرب تلبس حجاب. 아, حلو عليك. شكرا. انا حاسه انا كثير مميزه. اللهجه جميله. اللهجه كثير ممتاز. والحجاب الحجاب اجمل. عنجد؟ يس. اول مره شفت هيك سويه مع حجاب او لا؟ رائعه جدا طلع بالحجاب. عنجد؟ يس رائعه جدا. شكرا. 한국에서는 이렇게 모르는 사람들 인사하면 안 되잖아. 진짜 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 미친년 취급받아. 우리도 나 마라하바. 함들라 고생했다. 예, 슈라엑 انا بال حجاب. حجاب جدا رائع جدا وما شاء الله عليك يعني هذا حجاب طبعا بيعطيك جمال بيعطيك من رونق بيعطيك احساس كثير غريب عجيب بالنسبة لك. اي حدا حكيت مع سلام تعالى برحبوا فيه. انا بكوريا ما في هذا الاشي. يعني اذا سلام تحت بالشارع بشكل كلها مجنون يعني وما له ايش بدك. فهي مبسوطة بتحكي مع الناس بالشارع كلهم برحب فيهم وبحكي وعادي وهيك. ما شاء الله. 근데 생각보다는 별론데. 시간이 오래 걸린 거 치고 너무 별로 아니야? 인티 شو حسيت كصاحبتي اليوم البس حجاب؟ حسيت ان احنا كثير ريليتد. عنجد؟ حجابتي انا وانت. حجاب ريليتد يعني اكثر. عشان نفس الشكل. نفس الاحساس. بعدين؟ مش هيك بظبط كل شوي هيك مش كتير مريح بس احسن من المتوقع صراحة انا حسيت هيك يا صراحة بس هذا الحجاب من تركيا جابتها انه كتير حبيت يعني مريح근데 이렇게 머리가 자꾸 삐져나와 هيك اطلع شوي شوي اطلع شعري لازم اظبط شوي شوي 그래서 왜 이렇게 히잡 쓰는 사람들이 화장실에서 늘 이렇게 고치는지 마후마 미야 빌미야 사라하 그리고 평소보다 당연히 사람들이 나 더 쳐다보는 거 느꼈고 근데 목이 좀 답답해 목에 땀이 진짜 많이 차 할라 할라 바로 목에 땀이 진짜 많이 차 بس بالشتاء 어 دافي صحة صحة لا صحي لا صحة 더 بالشتاء 그리고 뭔가 내가 내 자신을 약간 프로텍트하는 그런 느낌 어 왜냐면 솔직히 여기서 비 뭐 아카세 하나 아우 비 해게 캐러미시 헬로민 샵 미시니 근데 뭔가 이거 썼을 때 뭔가 나한테 안 그럴 수도 있겠다는 생각이 들었어. 물론 그럼에도 불구하고 그런 일이 일어나겠지만 봐 했을 때 할게요. 알모힘 전화티 안녕 가마 시크랄랄 무샤하다 아쉽고 비비디오 차티 바이바이 오케이 왔을랄 랄랄빛 خليني اشيل حجاب واو حلو